جاتنا البيت شنوار كذا. اللهم صدقت ربي، اللهم صدقت. رؤية بيتها المرمم بعد تضرره أثناء الصراع خفف عن الحجة سعيدة جزءا كبيرا من معاناتها. يعيش الناس بين جدران منازلهم التي تخفي خلفها صورا متعددة من الألم، يحكي واقع الحياة في أسوأ صورة. كما تسبب الصراع في تدمير عدد من المنازل، وهذا أدى إلى تشريد العديد من الأسر من منازلها. إلا أن هذا لا يعني أن تعيش مثل هذه الأسر في العراء. وللقضاء على كل هذه المعاناة، بدأت أياد بيضاء تبني صورة الأمل. بدعم كريم من منظمة UN Habitat وبتمويل من اليابان حكومة وشعبا، قامت منظمة صناع النهضة بالتدخل وإعادة ترميم 30 منزل مدمر بشكل جزئي من الأسر أشد ضعفا. المشروع عبارة عن إعادة تأهيل 30 منزل من المنازل المتضررة من الصراع والتي قد تضررت أضرارا جزئية، بالإضافة إلى بناء وترميم عدد من الحمامات لهذه المنازل وتركيب منظومة طاقة شمسية لها. تم اختيار المستفيدين من خلال معايير أساسية، أهمها كما ذكرنا مسبقا أن تكون متضررة جزئيا، وأيضا الأسر أشد احتياجا والأسر التي بها حالة ضعف. المميز في المشروع أنه تم الاعتماد بنسبة كبيرة على العمالة المحلية، كانت من القرية أو المديرية، بآلية النقد مقابل عمل، حيث استفاد ما يقارب 110 شخص من بينهم نساء أيضا، إضافة إلى تدريب وتأهيل عدد من سكان القرية على الأعمال الإنشائية مثل البناء والتلبيس والدهان والحدادة والنقارة وغيرها، مع توفير عدة بناء تمكنهم من هذه الأعمال. وكل هذا وفر فرص عمل جديدة لسكان القرية والذي يعتمد أغلبهم على الصيد، بالإضافة إلى أنشطة التوعية التي قامت بها المنظمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تمت لكل منزل على حدة، مع توفير مستلزمات صحية. وبالنهاية نشكر كل من الحكومة اليابانية ومنظمة UN Habitat وكل فريق منظمة صناع النهضة الذي ساهم في إنجاح هذا المشروع. البيت كان مخرب مهدد كثير، والآن حصل حرب في بلادي ونزحت في بياني، هبت 7 شهور ورجعت حتى تركت بلادي، بيتي مهدد مخرب قوي ما قدرت أدخل فيه، بنيت لي عشة وتواويت لي يعني عيالي، والآن أتنا المنظمة أتنا وطل لي البيت حقي أحسن بيت، ماني في شعور إن البيت حقي توطى، ورجعت توطى من روح المليح وارتحت بينه وداني مدى. وأشكر أخوتي المنظمة جميعا، أشكرهم جميعا حق البيت حق اللي يا بوليا ارتحت فيه. الصبر مفتاح الفرج. بدأت الصورة الآن تتغير شيئا فشيئا، فاكتملت صور الأمل.